من خلال الاستاذ عادل الشيخ نرى المصلحه يا جماعه. ايوه بس تلاقينا الموسيقيه بكره الاستاذ سافر نجم المزيكا الاستاذ مصطفى عبد الرحمن استاذ احمد حسن كيف استاذ صافي. ايوه حي عم سبع الفخراني بن حي الدنيا كلها حي ميت مسعود اهل العروسه حي اهل العريس حماده عريس. هنسمع احلى سلام منك عم مصطفى لميت مسعود والعزبه. احلى سلام منك لميت مسعود والعزبه برضو تحاول انا اتحط يبقى ونجم الغربيه الاول استاذ عادل الشيخ بنحييه تحيا غلا تحيا طيبه لرنان عريس النهارده اعلى الصباح الجميله الحاج عبد الرزاق علي مهرجان تسعه ومن حد تنزيع تحيا غلا تحيا طيبه للمجال الجميل اللي احنا قاعدين فيه بديع البودي انا هارش عارف بتقول ايه عم سيد العمده النار الدنيا كلها عم عارف ادريس اعلى صباح جميله الحاج مصطفى ناصر النار الدنيا كلها اعلى صباح جميله للدنيا كلها تعالى غلا تعالى طيبة للكوره الفنانيه مره مليون مره اعلى صباح جميله للمجال الطيب اللي احنا فيه اعلى صباح جميله للرائد وعمد الرائد مره مليون مره المنصه الفنيه في كامل استعداداتها لنجم الغربيه والسلطان ورقم واحد على الجمهوريه استاذ زيزو ابراهيم المنصة الفنية لكامل السادات هنا يا ريس هنا يلا يا باشا توكل على الله يلا نقابل نجم الغناء يا السلطان حاضر يا ريس حاضر ده كانوا فين ها انت بتاخدني على السخاف بس انا بحبك يلا توكل على الله نجم الشعبيات ونجم مصر نجم الاستاذ سيف ابراهيم الغربيه وفنانين الغربيه
تعملوش لو قبل غداك رمان مفرق ولا تبحلوش بسر لو عينه بالدموع فرق لو عينه بالدموع فرق وما دمت Yeah.